وحول هذا الموضوع ينضم إلينا ناطق باسم قوة تأمين العاصمة سيد مهند معمر. سيد مهند، بداية أهلا وسهلا بك، وما هي آخر المستجدات الميدانية لهذا اليوم؟ بالنسبة اليوم جميع المحاور تشهد هدوء حذر مع شبكات بسيطة بالأسفل الخفيفة. ما حصل اليوم كانت محاولة دنيئة منافية للحقوق والقوانين الدولية. قامت ميليشيات العسير بقصفها لمطار ميسيقا، محاولين بهذا القصف ترويع المدنيين وحجاج بيت الله الحرام الذين كانوا قد وصلوا من مكة المكرمة في غرفة الاستقبال، ولكننا سنرد على هذه الفعلة المشينة. ومن ثم اليوم قام الطيران المتمرد بقصف سيارة بها عائلة، تم احتراق السيارة بالكامل ووفاة من بداخلها، نسأل الله أن يتقبلها من الشهداء بإذن الله. طيب، بالنسبة للأوضاع الميدانية سيد مهند، هل هناك تقدمات جديدة أم أن هناك هدوء حذر في هذه الأوقات؟ هدوء حذر يسود على جميع المحاور مع الحفاظ على مواقعنا والتقدم بخطوات ثابتة. نعم، نطق باسم قوات تأمين العاصمة سيد مهند معمر، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.